أنا معايا بقى سعادة المحافظ دكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. يا سعادة المحافظ كل سنة وحضرتك طيب أولاً ورمضان كريم يا فندم. أستاذ محمود تحياتي لسيادتك ولضيوفك الكرام والكبير والأستاذة أمنية وكل المشاهدين الكرام. أستاذ جمال غطاني والأستاذة أمنية عبد البر موجودين طبعاً معايا طبعاً. وأتذكر في لقاء سابق لما شرفتني هنا يا فندم اتكلمنا على القاهرة التاريخية ومجهوداتكم لحمايتها وكده. الحقيقة أستاذ جمال هو معايا ويعني لو يحب هو يكلمك كمان يعني إزاي نعمل إيه بقى؟ اتفضل أستاذ جمال. الحقيقة سيادة المحافظ راجل عالم جليل ويعني له إنجازات مهمة وأنا شايف إنه هو حركته يعني كتيرة في القاهرة الأيام دي. أنا بتمنى منه إنه ينزل الضرب الأحمر لأن في مشكلة يا أستاذ محمود. هو سامح حضرتك كلمه بس اسمح لي حضرتك في مشكلة الدم مفرق بين القبائل دم الآثار سيادة المحافظ مسؤول عن الشارع مش مسؤول عن المبنى وإحنا عندنا طلب والمبنى نفسه مسؤولة عنه وزارة الآثار أما الشعائر فمسؤول عنها وزارة الأوقاف لابد من توحيد جهة الإشراف. هو يقول لنا بقى يا سعادة المحافظ نعمل إيه؟ لكن أنا برجو من سيادة المحافظ إنه ينزل. أنا محتاجة أقول له حاجة برضه. ينزل يا ريت بكرة وأنا عارف إنه هو راجل مخلص وما بيتأخرش الحقيقة. وما بيتأخرش الشارع الضرب الأحمر أنا كنت فيه أول إمبارح. شوارع الضرب الأحمر الحالة تدهورت بشكل رهيب لدرجة إن بقيت أقول يا ربي طب الآثار اتسرقت الأسفلت ده فيه إيه؟